صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو أفضل كتاب في شرح أسماء الله تعالى الحسنى؟ شروحها كثيرة في التفسير، تتبعها في التفسير وستجد المفسرين شرحوها، ولكن جمعها في كتاب وشرحها هي أولا لا تحصى، أسماء الله لا تحصى في كتاب، أسماء الله كثيرة، لكن الأسماء 99 التي نص الرسول صلى الله عليه وسلم عليها بقوله: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذه هي التي يمكن تتبعها من القرآن والسنة حتى تبلغ 99، وقد تتبعها جماعة من العلماء دونوها وشرحوها ونظموها نظما، هي موجودة في النونية لابن القيم، موجودة في شرح الأسماء الحسنى من الكتب القديمة والحديثة بهذا العنوان: شرح الأسماء الحسنى. وأما الذي في الترمذي: إن لله 99 اسما، وذكر في آخره هذه الأسماء 99، هذا مدرج في الحديث وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول ما عدها، وإنما هذا إدراج من بعض الرواة. نعم.